السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة حبيت أنقل لكم تجربة عملتها لمدة حوالي 60 يوم شهرين متتاليين. حبيت أنقل لكم الفكرة عشان الكل يستفيد، مفيش معلومة الحمد لله بنبخل عليها لحد، الكل يستفيد والكل اللي بيسأل يعرف النتيجة من غير ما يتعب نفسه ويجرب. طبعا كل ده لوجه الله تعالى عشان الكل يبقى عنده خبرة عملية. وطبعا بنرجع بنقول كل فيديوهاتنا الحمد لله خبرة عملية مش كلام نظري على الورق. التجربة بتاعتنا ايه النهاردة؟ التجربة بتاعتي كانت البقرتين دول، البقرة دي والبقرة دي، استخدمت لهم علفة بسيطة جدا جدا جدا، وهي مكونة من حاجتين فقط لا غير. هي الدريس زي ما احنا شايفين، ده دريس حجازي، ده دريس حجازي. طبعا الدريس مشهور نسبة البروتين بتاعته كويسة، يعني من 12 ل 14% على حسب الجودة. ده جودته الحمد لله ممتازة، زي ما انت شايف لونه اخضر، الورق بتاعه كامل مش متساقط الاوراق، مش عيدان بس، ما شاء الله نسبة البروتين كلها في الورق. فزي ما انت شايف الدريس جودته الحمد لله على الاقل 80%، يعني نسبة البروتين فيه ما تقلش عن، ما حللتوش بس انا نظريا كده، من 12 ل 14% ان شاء الله ما تقلش عن كده. في جودة أعلى من كده بس الجودة دي مقبولة ممتازة. ده الدريس بيمتاز بأن فيه نسبة بروتين عالية، بس كنشويات يفتقر للنشويات، في ألياف وفي نسبة بروتين، في ألياف عالية وفي بروتين عالي، لكن كطاقة نشويات مفيش. يبقى احنا هنستخدم معاه مادة تكون الطاقة فيها عالية، وهي الذرة، الذرة فقط لا غير. طبعا البهائم بتستخدم الذرة المطحونة، ذرة مطحون، البهايم تاكل الذرة المطحونة ما بتاكلش الذرة المدشوشة أو الذرة الحب. فدي التجربة بتاعتي دي كانت لمدة شهرين. النتيجة بتاعتها إيه؟ طبعا قبل الشهرين نحب نقول طبعا عن المواصفات. دي كانت 400 كيلو، البقرة الأولانية دي كانت 400 كيلو تمام، والبقرة التانية كانت حوالي، ما وزنتهاش بالظبط الصراحة، بس هي اتحسنت، بس ما تحسنتش كتير، وهنقول السبب ليه دلوقتي. البقرة التانية كانت حوالي يعني في حدود ال 450 كيلو تقريبا، 470 كيلو حاجة زي كده. بالنظر يعني من خلال الشهرين اللي عندي هنعرف البقرة زادت أو ما زادتش من خلال المتابعة. طالما أنت حاجة موجودة عندك شهرين ومتابع كويس، دي اتغيرت كتير، دي ما اتغيرتش كتير، وهنقول السبب دلوقتي. دي قلنا اول حاجه كانت داخله حوالي 400 كيلو، دي كانت 400 كيلو، الثانيه دي كانت حوالي 450 470 كيلو لمده من شهرين. لبن دي 3 كيلو كانت جايه فيها، 3 كيلو لبن كانت جايه، لا بالعكس دي كانت جايه فيها 2 كيلو، كان فيها مشكله في ضرعها وعالجتها. يمكن انا نزلت الفيديو، ناس المتابعين الفيديو، دي البقره اللي كان فيها المشكله في الضرع، وهي نشوفها بالمره نتيجه العلاج بالمره الناس اللي متابعانا يعني. اهي لو تفتكروا كان في التهاب في الضرع، انا كنت مصورها نفس المكان كده، الضرع ما شاء الله تمام سليم، دي كلها جله، دي ما فيش فيها اي مشكله اهو، الحلمات كلها 100% ما فيش فيها اي مشكله. الناس اللي متابعانا يعني دي نتيجه العلاج. قبل كده كنت منزل التهاب الضرع، التهاب الحلمات التقرحي، شوف البقره من الناحيتين ما شاء الله، بس الشمس ضربه فيها ان شاء الله 100% الحلمات تمام التمام. المهم دي كان فيها حوالي 2 كيلو، ودي كانت جايه برضك نظيفه وكويسه، كان فيها من 5 ل 6 كيلو، من 5 ل 6 كيلو لبن في الطرف، طبعا بنتكلم في الطرف، دي كان فيها 2 كيلو ودي كان فيها من 5 ل 6 كيلو. حاليا اللحم تبارك الله بعد 60 يوم دي وزنها حوالي 500 كيلو 480 ل 500، دي وزنها 480 ل 500، يعني زادت حوالي 80 كيلو في خلال شهرين، 80 كيلو في خلال شهرين، تزيد ان شاء الله ما تقلش. طبعا زاد انها بتحلب مش جافه نهائي، ما هي لو جافه كانت زادت اكتر من كده بكتير، كانت زادت على الاقل 2 كيلو في اليوم، بس احنا بنتكلموا على انها بتحلب فيها 6 كيلو لبن في حاليا. دلوقتي اللبن بتاعها اصبح 6 كيلو لبن في اليوم، فيها 6 كيلو لبن في اليوم، ودي فيها 15 كيلو لبن في اليوم. الزياده ما شاء الله دي زادت ما يقل عن برضك، حتى هي كمان زادت حاليا فاتت ال 500 كيلو، دي وزنتها 520 كيلو، دي وزنتها 520 كيلو.
زيادة ما لا يقل عن 70 كيلو. اللبن كانت فيها من 5 ل 6 كيلو في الطرف، حاليا فيها من 7 ل 8 كيلو. هنا كان فيها 2 كيلو في الطرف، أصبحت 3 كيلو. الجودة لبن أبيض فوق الممتاز، أو المجات كان فيها لبن أصفر، لبنها كان أصفر. على الخضرة البرسيم البلدي الأخضر كتره بيبقى يخلي الدهنة صفرة بتاعت البهيمة بتاعت البقرة، وبيخلي اللبن أصفر. دي لبنهم أبيض زي اللبن الجاموسي ما شاء الله، الدسم نمرة واحد. أصبحت تحصلت على لبن جودة عالية، جودة عالية في اللبن، زيادة اللبن وزيادة اللحم. طبعا الحاجة الواسعة في اللبن دي ما زادتش كتير، المفروض كانت تزيد أكتر من كده، لكن ما زادتش كتير بسبب إن البقرة دي لبنها واسع، والبقرة اللبن الواسع زيادة العلف، العلف بتاعها يعتبر كله بيروح في اللبن. اللي بيزيد عن حاجة اللبن هو اللي بيروح في اللحم، وبما إنها واسعة في اللبن فمعناها أغلب العلف 90% من العلف كله بيروح في اللبن، تلاقيها محافظة على نفسها. الا لما العلف يزيد الدسامه بتاعته زاد عن اللزوم، زاد عن حد اللبن، الباقي يروح في اللحم. دي حولت اكتر ما شاء الله، دي لحمت اكتر من اللي ورايا عشان خاطر لبنها قليل بالنسبه للتانيه. دي تجربتي معايا. طبعا الكميه كانت بتاكلها الدريس مفتوح زي ما احنا شايفين، قدامها مفتوح تاكل لحد ما تشبع. بعد ما بتاكل الكميه قد ايه؟ كميه مش كبيره خالص. دي 500 كيلو كانت بتاكل 8 كيلو ل 10 كيلو في اليوم، يعني من 4 ل 5 كيلو الصبح و 4 او 5 كيلو بالليل. ودي نفس النظام، 4 ل 5 كيلو الصبح و 4 ل 5 كيلو بالليل، يعني كحد اقصى 2%، يعني لكل 100 كيلو، لكل 100 كيلو 2 كيلو ذره، لكل 100 كيلو 2 كيلو ذره، يعني 500 كيلو ليها 10 كيلو في اليوم، 5 كيلو الصبح و 5 كيلو بالليل. وكنت فتره باكلها والله 4 كيلو بس في اليوم، 4 كيلو الصبح و 4 كيلو بالليل، يعني ما كانتش بتوصل ل 2% كمان، والنتيجه زي ما احنا شايفين. طبعا لو العلفه فيها اي خلل، فيها اي نقص، فيها اي مشكله، اول حاجه البيمه مش هتحافظ على لبنها، مش هيزيد، مش هتحافظ على لبنها. يعني هي كان فيها 5 6 كيلو في اليوم في الطرف، زادت الحمد لله، وزادت الجوده بتاعت اللبن كمان. جوده اللبن زادت، الجوده زادت والكميه، الجوده والكميه.